بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية عن التكاملات الدوال المثلثية. زاب عندي دالة مثلثية وأكملها. تعالوا ناخد الدوال المثلثية ونشوف هنكامل ازاي. أول حاجة ما يكون عندي تكامل ساين أو كوساين، لو عندي قلت تكامل مثلا ساين اكس دي اكس هتساوي سالب كوزاين اكس دي اكس زائد ثابت. طب لو عندي تكامل ساين تربيع اكس دي اكس، قال لي ساين تربيع اكس دي اكس، اكملها ازاي؟ قال لي في حالة لما يكون عندي دالة زي كده مرفوعة على الأس تربيع، فعندي قانون من الدوال المثلثية بحل بيه. ايه هو القانون ده؟ القانون ده بيقول لي ان الساين تربيع، بستخدم القانون ده. اول حاجة في قانون بيقول لي ان الساين تربيع اكس بيساوي نص، افتح قوس، في واحد ناقص كوزاين اتنين اكس واقفل القوس. يبقى ده اول قانون من قوانين الدوال المثلثية. يبقى معنى ما يكون عندي ساين لما ينطبق على الساين تربيع، هنشوف الكوزاين تربيع هتكون ايه. ده في الحالة دي بالشكل اللي قدامي ده انا ما اقدرش اكمله مباشرة بالشكل ده، فبعمل ايه؟ بشيل الساين تربيع وبعوض عنها. يبقى هنا الدالة عندي اصبحت كالآتي، يبقى عندي تكامل نص، يطلعها بره، ممكن احطها قبل التكامل تطلع بره هنا، ادي النص، واقول له هنا واحد ناقص كوزاين اتنين اكس دي اكس. طيب انا عندي هنا تكامل الواحد هتبقى بالاكس، طب كوزاين اتنين اكس احنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت ان لما يكون دالة بالشكل ده اول حاجة بدور عليها الدالة دي اللي هي اتنين اكس تفاضلها موجود جنبها ولا لا. هل انا عندي هنا تفاضل الاتنين اكس دي تفاضلها كام باتنين؟ يبقى لازم يكون عندي جنب الكوزاين هنا اتنين عشان اقدر اكامل الشكل التكامل ده. عشان يبقى واضح قدامي اكتر انا ممكن اعمل اطبق عليه التوزيع، يعني هو بالشكل ده واحد او تكامل دي اكس ناقص نص تكامل كوزاين اتنين اكس دي اكس بالشكل ده كده، كوزاين اتنين اكس دي اكس. عشان اكملها اول حاجة هبقى عندي بالطريقة دي، ادي نص اهو اللي ورا، ناخد تكامل ده الاول، ادي نص تكامل دي اكس مباشرة هيبقى اكس، يبقى انا كملت الجزء الاولاني. حط هنا يساوي عشان الناس تبقى عارفة. طيب اجي للجزئية التانية، ادي النص ينزل زي ما هو، تمام. انا عايز تفاضل الدالة دي، يبقى لازم يكون عندي هنا اتنين عشان نحقق الكلام ده، يبقى احط اتنين على اتنين، يعني هضرب في نص كمان، يبقى معنى ذلك ان هيبقى عندي هنا نص، المفروض كانت هنا في اتنين، وانا ضربت في اتنين على اتنين دخلت اتنين جوه عملية التكامل، اصبح عندي تكامل الكوزاين بساين مرة واحدة ساين اتنين اكس زائد ثابت. ممكن اهذب من الشكل ده شوية
ممكن اخد نص عامل مشترك اقول له كل الكلام ده بيساوي ادي نص عامل مشترك، وافتح قوس واقول له اكس ناقص نص ساين 2x ساين 2x زائد سبت بالشكل ده كده. يبقى ده اول قانون عندي خدناه، اعمله كده باللون احمر. طيب لو اداني نفس التكامل ده هنا بس بدل ساين حطها كوزاين، حط هنا كوزاين، كوزاين تربيع. أنا في الحالة دي هيبقى نفس القانون اللي قدامي بس هيختلف بقى، هنشوف لو هو على الكوزاين اللي في الحالة دي فإن كوزاين تربيع اكس هيساوي نص زائد كوزاين 2x، نص زائد كوزاين 2x. وبالتالي عشان اكمل اعمل عملية التكامل عندي هقول له اذا التكامل عندي يساوي ايه، هقول له انسرت ادي التكامل اللي انت بتقول عليه، هيتحول من الشكل الفوقاني لنص تكامل واحد زائد واحد زائد كوزاين 2x دي اكس. بنفس الطريقة ادي النص برا، انا بقى مش هستخدم هنا خاصية التوزيع، انا كمان مباشرة ادي النص برا. هكمل ايه، افتح قوس كده، تكامل الواحد هو عبارة عن اكس واقول له زائد، لما اجي اكمل كوزاين 2x الدالة اللي عندي دي لابد ان يكون تفاضلها موجود برا، انا ما عنديش هنا 2 تفاضلها 2 يبقى لازم 2 على 2، يبقى اذا هقول ان تفاضلها عبارة عن نص كوزاين سوري تكامل قصدي الكوزاين بسالب ساين، يبقى هنا عندي سالب بعدين ساين 2x. ما انساش اقول له زائد السبت. يبقى انا هنا كملت الدالة دي، التكامل بتاعها اصبح بالشكل ده. لو عايز تفاضل هنفاضل الساين، لا تفاضلها بموجب مش سالب، انا قصدي تكامل هنا موجب، لكن هنا التكامل اصلا تكامل الساين بكوزاين، فالمفروض ان هي بسالب كوزاين تبقى ده اصلا موجب، تبقى دي اصلا موجب. لان لما هاجي افاضل هيبقى عندي هنا تكامل الكوزاين لا مظبوط، يبقى سالب، لا مظبوط لا كده يبقى احنا ماشيين مظبوط. لو بنكمل مباشرة اللي هو زي التكامل الفوقاني دوت تمام كده، يبقى اذا انا كملت اصبح عندي نص ساين 2x. او ممكن اخدها قاعدة، لو عندي تكامل مثلا تكامل ساين اي اكس دي اكس، حيث ان الاي ثابت يبقى التكامل بتاعها واحد على الاي كوزاين اي اكس زائد ثابت سالب كوزاين، خلي سالب هنا بره تبقى واحد على الاي. ولو هنا كوزاين اي اكس حيث ان الاي ثابت اي رقم اي عدد هيبقى برضو تكاملها واحد على الاي ساين اي اكس. ممكن تكون دي القاعدة اللي انا دي القاعدة اللي انا هتبعها. طيب ناخد مثال كمان
لو عندي بالشكل ده شباب ضرك كمان اكتر. اقول لي التكامل مثلا ساين تربيع ساين تربيع اكس ساين تربيع 3x دي اكس ساين تربيع 3x دي اكس بالشكل ده، ده التربيع. مطلوب مني ان انا اكامل دالة زي ديت ساين تربيع 3x دي اكس. عشان اكملها طالما انا قابلت التربيع يبقى لازم ألجأ للقانون ده او القانون بتاعي اللي هو قانون الساين اللي هو القانون ده، اروح اجيبه وانقله تحت هنا بالشكل ده كده. طيب بس انا عندي هنا مش ساين اكس، ده ساين 3 اكس، يبقى زي ما هو هنا ضرب في 3 زي ما انا هاجي هنا اضرب في 3. 2 في 3 بكام؟ ب6. بده قانون ضعف الزاوية. شوف انا عملت ايه، لما كانت هنا اكس كانت هنا اكس، لكن دي 3 اكس، فهنا ضربت في 3 اكس وضربت هنا الاتنين في 3. وبالتالي لما اجي اكمل هقول له اذا التكامل اللي انت عايزه بالشكل ده كده، ادي التكامل. ساين تربيع 3 اكس هشيلها هحط مكانها ايه، هحط مكانها ليا نص اخرجه بره. تكامل علشان ثابت هيبقى 1 ناقص كوزاين 6 اكس دي اكس. وبالتالي يبقى التكامل عندي، ادي النص بره اعمل مشترك افتح قوس، تكامل الواحد باكس ناقص تكامل الكوزاين بكام، بايه، بساين، وعندي هنا مفروض دالة 6 اكس تفاضلها هنا لازم يكون عندي هنا 6 بره. طب هتبع القاعدة اللي انا حاططها هنا سواء تنطبق على الساين او الكوزاين، فاذا التكامل مباشرة هيبقى سوتس ساين 6 اكس دي اكس 6 اكس هقوله زائد ثابت بالشكل ده كده. ده التكامل اللي عندي. طيب لما يكون تكامل تان تربيع عندي هنا الدالة بتاعتي، لما اقول لك كامل تان تربيع 2 اكس دي اكس 2 اكس دي اكس بالشكل ده، ده تربيع. طيب هل عندي في قانون اقدر اعوض بيه؟ قال لي اه. ايه هو القانون؟ القانون الخاص بالتان تربيع هو عبارة عن سكة تربيع تربيع اكس ناقص 1 بيساوي تان تربيع، ده التان تربيع اكس هتساوي سكة تربيع ناقص 1، دي تان تربيع اكس هتساوي سكة تربيع ناقص 1. هو ده القانون اللي انا هحل بيه. طيب تمام، ده القانون اللي هيتحل بيه. بس انا عندي هنا تان تربيع 2 اكس، بما ان هو هنا تان تربيع 2 اكس يبقى هيبقى نفس القانون اللي عندي، انا هنقله تاني عشان الناس ما تقولش ان هو ده القانون. نقلته بالشكل ده، انا عندي فوق كانت اكس وهنا اكس، يبقى اقول له هنا تان تربيع 2 اكس وهنا يبقى سكة تربيع 2 اكس بالشكل ده كده. قانون ضعف الزاوية هعوض مباشرة، هيبقى عندي التكامل بالشكل ده كده، يبقى عندي هنا تكامل تان تربيع اكس، اشيل تان تربيع 2 اكس وحط مكانها ايه، سكة تربيع 2 اكس ناقص 1، حط مكانها هنا السكة تربيع اكس 2 اكس
ناقص واحد دي اكس، حطه بدلها ده وابتدي ده كامل، اقول له بيساوي السكة تربيع. لو احنا فاكرين الجدول اللي انا كنت قلت لكم عليه اللي هو في الاول، تكامل السكة تربيع بايه؟ بتان اكس، بتان لان تفاضل التان بسكة تربيع، بتكامل السكة تربيع بتان، بس انا عندي هنا في دالة اللي هي 2 اكس، يبقى انا هقول له اذا تكاملها 1/2 يعني نص تان 2 اكس هنا، خلاص خلص التكامل، ناقص اكس واقول له زائد ثابت عندك اهو. ادي السكة تربيع هنا، لو كانت سكة تربيع اكس يبقى تكاملها على طول بتان اكس، لكن انا عندي سكة تربيع 2 اكس بتكاملها عبارة عن المفروض ان يبقى فيه تفاضل الدالة دي موجود، او بتبع القاعدة يبقى تكاملها اللي هو 1/الايه اللي هي نص هنا، 1/2، ولو دي 3 يبقى 1/3، ولو دي 7 يبقى 1/7، تان 2 اكس خلاص ده تخلص، ده كده تكامل الدالة دي، عندي الواحد تكاملها باكس، يبقى انا كملت بالشكل ده. طيب لو كان عندي بقى الدالة مضاعفة اكتر من كده، يعني ايه مضاعفة؟ خلينا نشوف يعني ايه. انا خدت تان تربيع، اول حاجة في عندك حالات، ايه هي الحالة؟ خلينا ننزل تحت. طيب لو جاء قال لي بالشكل ده كده، تكامل ساين اس 4 اكس دي اكس، طلب مني تكامل ساين اس 4 اكس دي اكس، انا اعرف ان ساين اس 4 دي اس، ساين اس 4 انا خدت ساين تربيع، فين ساين تربيع؟ اطلع فوق كده، لو طلعنا فوق هنلاقي ان الساين تربيع بتساوي ايه القانون ده، هشيله كده وانزل بيه تحت، ادي القانون بتاعي، بس ده كان ايه ساين تربيع اكس بتساوي الكلام ده. طب لما ساين اس 4، اس 4 يعني ايه؟ يعني معنى ذلك ان انا ربعت ده، ربعت دول كمان، اديت اس تربيع بالشكل ده، يبقى اذا القوس ده ماله؟ هيتربع هو كمان، هيترفع لاس كام؟ تربيع بالشكل ده كده، يبقى كأني انا ربعت الجزئية دي ورفعت كل القوس ده كله تربيع، وبالتالي هجيب يبقى التكامل عندي اصبح بالشكل ده كده، اصبح عندي تكامل النص دي لما تتربع هتبقى هنا ربع، يبقى اطلع الثابت بره، ادي الربع، وعندي هنا القوس ده كله اللي هو 1 ناقص كوزاين 2 اكس الكل تربيع دي اكس، اقول له يبقى بيساوي عايز اسود، هيبقى بيساوي ادي التكامل، ادي علامة التكامل عندي بيساوي ايه بقى؟ ادي الربع يخليه بره، ادي ربع، افك القوس ده كله، مش هعرف ان انا فضله بهذا الشكل، هفك القوس، هيبقى عندي 1 ناقص الاول في التاني في 2، يعني 2 كوزاين 2 اكس
صح كده، زائد كوزاين تربيع 2x، كوزاين تربيع 2x، كل ده دي اكس، كوزاين تربيع 2x دي اكس. تمام، تعالوا نبتدي نكمل. هل في حاجة هنا محتاجة تعويض؟ اه، الجزئية دي انا علشان اكمل ده هيبقى التكامل بتاعه اكس، عشان اكمل ده الجزئية دي هيبقى التكامل بتاعها ايه، هو اصلا دالة في تفاضلها فهيتكامل مرة واحدة. عندي هنا دالة في تفاضل، يبقى ساين على طول 2x. طب لما اجي اكمل بقى كوزاين تربيع 2x، كوزاين تربيع 2x انا عندي هنا اطلع فوق، فين ساين كوزاين تربيع؟ ادي كوزاين تربيع اهي، هنزل تحت اقول له بالنسبة للكوزاين تربيع اللي عندك التالتة ده، اللي هي دي، شايفين ان لها ده اللي انا عايزه اكملها. انا عندي هنا كوزاين تربيع اكس، لكن ده هنا كوزاين تربيع 2 اكس، يبقى انا هنا هستخدم قانون ضعف الزاويه. يعني ايه؟ يعني هضرب الاتنين اكس اللي تحت دي، هضربها هنا في 2 وهضرب الاتنين دي في 4 بالشكل ده كده، وهضرب الاتنين دي في 4. يبقى عشان اكامل هقوله كالتالي، يساوي التكامل بتاعك اللي هو 4، وافتح قوس، هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى ده كله اهو هنا اهو كده، زائد الجزئية دي. دي اكس ده التكامل بتاعي، اقول له هنا علامة التكامل، لسه ما بدأتش في عملية التكامل، ادي هنا التكامل اهو بالشكل ده كده، ادي علامة، ادي التكامل، انا شلت الاخير ده وعدت عنه بالقصة دي كلها. طيب ابتدي اكامل بالراحة كده، هقول له الربع العمل المشترك عندي بره او الثابت عندي، وافتح قوس وأقول له تكامل 1 بإكس ناقص 2 كوزين 2 إكس، 2 كوزين 2 إكس دي الدالة في تفاضلها، يبقى معنى ذلك إن الدالة عندي هتساوي على طول ساين 2 إكس، هتساوي ساين 2 إكس. يبقى عندي هنا آدي ساين 2 إكس، هنا ساين 2 إكس، مش متأكد. فاضل الدالة دي هتبقى عبارة عن كوزين 2x في 2، طيب زائد، اجي كامل الجزئية دي، ادي النص ده ينضرب في الواحد، ادي النص، يبقى اول حاجة عندي نص اكس، انا عندي هنا نص اكس، زائد ادي النص، خلي بالك انا بوزعه، بوزع النص ده هنا مرة وبوزع النص هنا مرة، نص. اكمل بقى كوزين 4 اكس، هو تفاضل 4 اكس ده موجود بره؟ لا، يبقى انا هتبع القاعدة، يبقى عندي هنا كأن نص فيه، يبقى لازم يكون عندي هنا ربع، وكوزين تكملها بساين 4 اكس، اوفق القوس بتاعي واقول له زائد ثابت. تعالوا نهذب من شكل القصة بتاعتي دي كلها، الشكل اللي قدامي ده، انا عندي هنا عايزين نهذب من الشكل اللي قدامي ده، احنا كملنا بساين
تربيع. أبقى عندي هنا ربع اكس في ربع ساين 2 اكس، وهنا تمن اكس هيساوي عندي هنا ربع اكس ناقص ربع ساين 2 اكس زائد تمن اكس زائد تمن ساين 4 اكس زائد ثابت لو انا سي مثلا خدت انا عندي هنا ربع اكس وهنا تمن اكس هنا كده، لو انا قلت له بيساوي انا عايزة اخد مثلا ايه تمن عامل مشترك، يبقى انا عندي هنا تمن عامل مشترك وافتح قوس، يبقى عندي هنا لو المقام هنا 8 يبقى المفروض هنا 2 اكس بالشكل ده كده، مش كده مظبوط؟ ما انت عندك هنا 8 وهنا يبقى هيتضرب 2 يبقى ده 3 اكس، سوري يبقى هنا 3 اكس كده بالشكل ده كده، وعندي هنا ناقص انا خدت 8 يعني المفروض هنا 2 ساين 2 اكس، ولما خدت التمن بره يبقى زائد ساين 4 اكس، واقفل القوس واقوله زائد ثابت بالشكل ده كده. انا هنا 2 في 4 ب8، خدت هنا التمن بره، انا عندي هنا نص في ربع ماشي بالشكل ده كده. طيب ده الناتج اللي احنا حصلنا عليه عن طريق استخدام القانون ده اللي احنا ربعناه وخدناه واشتغلنا بيه. طيب هل في قانون تاني؟ هو في الكتاب بتاعك مستخدم قانون تاني. ايه هو القانون التاني؟ هو مستخدم القانون ده يا شباب، يعني بدل ما اخد القانون ده، لا هو انا ممكن استخدم قانون تاني اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي ان ساين تربيع اكس زائد كوزاين تربيع اكس بتساوي 1. هو اخد القانون ده واشتغل عليه. اخد القانون ده واشتغل عليه، وعندي هنا ساين اس 4، فقال ان ساين تربيع عندي هنا ومنها ان ساين تربيع اكس، ادي ساين تربيع اكس دي بتساوي 1 ناقص كوزاين تربيع اكس، ادي التربيع اهي، هرفع هنا الاس التربيع، هرفع هنا الاس تربيع، فاخد القانون ده بما ان دي متربعة فربع هنا، ربع بان هو هنا ساين اس 4 فربع هنا، وبالتالي ربع هنا، ادي برضو التربيع عندي، واخد القانون ده وعوض بيه وفك القوس ده وكامل وطلع نفس النتيجة اللي فوق اللي انا طلعتها دي بالظبط كده.
اخد نفس القانون ده اهو وعوض بيه وفك القوس، هيبقى عندك واحد. لما تيجي تفك القوس يبقى عندك واحد ناقص اتنين كوزاين تربيع اكس زائد كوزاين اس اربعة اكس. بس خلي بالك ان هيبقى عندك كوزاين اس اربعة هتضطر تفكها مرة تانية، وكوزاين تربيع نفسها هتتفك مرة كمان، كوزاين تربيع هضطر ان انا افكها، لكن اعتقد ان حلها بالقانون ده كان ابسط واسهل. ادي المربع الاول وادي المربع التاني وادي الاول في التاني في اتنين. تعالوا نشوف مثال كمان، لو ما كانش بقى الأس زوجي، لو كان الأس فردي. يعني ايه الأس فردي؟ مثال اللي بعده، انا لو بقول لك حلي لي تكامل، ادي تكامل ساين تربيع ساين أس خمسة، او خلينا في الأبسط تلاتة اكس دي اكس، ساين تكعيب اكس دي اكس، ساين تكعيب اكس دي اكس. عايز احل مسألة زي دي، قالك في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ بتقسم التكامل اللي عندك. يعني ايه؟ يعني بقوله تكامل ساين اكس في ساين تربيع اكس دي اكس. يعني لما يكون عندي تكامل زوجي فردي بالشكل ده، الأس فردي، فغصب عني بقسمه لتكامل فردي وزوجي، تكامل أس فردي وزوجي. يعني لو ده ساين أس خمسة اكس هفكها على ايه؟ على ساين اكس في ساين أس اربعة. لو كان ساين أس سبعة هتبقى ساين اكس في ساين أس كام؟ ستة. يبقى لازم افك الأس الزوجي الفردي ده الى أس فردي وأس زوجي وابتدى كامل. طيب انا قدامي سكة واحدة، ايه هي؟ انا لازم احول عملية الضرب اللي موجودة عندي في الدالة اللي قدامي الى عملية جمع، من عملية ضرب الى عملية جمع، عشان يبقى سهل عليا ان انا اضرب ان انا اكملها في المنظر اللي قدامي ده، صعب ان انا اتعامل معاه. طيب هاجي اقول له اذا ادي تكامل الساين اكس اللي انت عطاها لي، ادي ساين اكس، واقول له فيه خلي بالك من حاجة، أنا عندي دلوقتي قانونين، إما ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس بيساوي واحد، إما القانون اللي أنا استخدمته فوق اللي هو عبارة عن كوساين، أو مكانها هنا لو كان ساين تربيع اكس هيبقى واحد ناقص كوساين اكس أو نص. عندي قانونين عشان أعوض هنا، إما استخدم القانون ده وبالتالي هيبقى عندي، تعالوا نستخدم القانون ده نشوف. انا عايزه اشيل الساين تربيع، اشيل الساين تربيع واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه ادي كوزاين تربيع اكس ناقص واحد، واقفل القوس، ادي دي تربيع بالشكل ده. يبقى انا شلت الساين تربيع اكس وحطيت ده مكانها، سوري، واحد ناقص كوزاين، دي واحد هي اللي ناقص، واحد ناقص كوزاين تربيع اكس بالشكل ده، قلت له دي اكس وانتر، اصبح التكامل بالشكل ده. ادي تكامل، افك بقى التكامل ده، مش في ده عندي داله مضروبه في قوس، يبقى انا افك، هضرب الساين في الواحد، ادي ساين اكس في ناقص ساين الاكس هتتضرب في كوزاين تربيع، ادي ساين اكس في كوزاين تربيع اكس هنا، نقول له دي اكس دي كوزاين تربيع بالشكل ده كده. خلي بالنا من حاجة، اول حاجة الساين اكس دي تكاملها معروف، هتبقى ايه؟ تكاملها بسالب كوزاين. طب تعالوا بقى للتكامل ده، التكامل اللي قدامي ده عايزه احله. لو انا بصيت للتكامل ده، في عندي صيغه تكامل قال لي لما بيكون الداله
مرفوعة الأس ان، والتفاضل القوس اللي عندي موجود، فيبقى دالة في تفاضلها برفع الأس واحد وأقسم على الأس الجديد. برفع الأس واحد وأقسم على الأس الجديد يعني ايه؟ يعني الدالة ده هي بالشكل ده. أنا عندي هنا ساين اكس في افتح قوس كوزاين اكس وافتح قوس اس تربيع بالشكل ده كده. كأن عندي هنا الدالة، اهي الدالة اهي في التفاضل بتاعها، كوزاين تفاضله بايه؟ بسالب ساين. انا عندي هنا وسالب كمان بالشكل ده كده. دي دالة ايه؟ ادي السالب، ادي سالب ساين كوزين تربيع، دالة في تفاضلها هرفع الأس واحد واقسم على الأس الجديد. الدالة ديت تكاملها مباشرة التكامل بتاع هرفع على الأس واحد واقسم. لو انتوا تفتكروا ان احنا كنا كملنا دالة واحد مثلا زاد زي ايه، ما يكون عندك تكامل هنا. نفترض ان عندك تكامل واحد زائد اكس الكل مثلا اس خمسة بالشكل ده كده. أس خمسة دي اكس ما كان مكمل. لو ده أس تربيع هفك القوس وأم مربع، لكن لما يكون أس خمسة طالما مرفوع لأس ان، أي ان بقى، فلا بد أن يكون تفاضل الدالة اللي جوه موجود. تفاضل هنا الدالة دي ايه؟ دي اكس تفاضلها بواحد يبقى بره. يبقى اذا تكامل الدالة دي هيساوي ايه؟ القوس اللي قدامك ده اللي هو واحد زائد اكس، وسيادتك هتقوم رفعه الأس ستة بالشكل ده كده. رفع الأس ستة وتقوم قسم على الأس الجديد، يبقى كأنك بتضرب في ايه؟ في سدس. طيب لو ده عندي بقى واحد زائد اتنين اكس بالشكل ده كده، يبقى لابد ان يكون تفاضل الدالة دي موجود. يعني ايه؟ يعني لازم يكون عندي اتنين بره، تبقى عبارة عن دالة في تفاضلها. هتبقى عبارة ايه؟ ان انا هرفع الأس واحد واقسم على الأس كي. طب الاتنين ده مخلي بالك، ما انت لو فضلتها هتبقى عبارة عن ايه؟ هنزل الأس هينزل هنا هيطير السدس، وفاضل الاتنين اكس هتظهر الاتنين تاني. يبقى بالمثل بالمثل هنا بقى، لما اجي اكمل الدالة دي، دي الدالة عندي في تفاضلها كأنها بالشكل ده، اللي داخل القوس ده متفاضل بره. يبقى اذا هتساوي تكامل الساين بكوزاين او بسالب كوزاين، سالب كوزاين اكس، وعندي هنا سالب الساين تكامل تفاضل على طول الكوزاين، هرفع الأس واحد واقسم على الأس الجديد. يبقى اقول له كأن زائد عندي هنا ادي كوزاين تكعيب اكس، دي تكعيب مرفوع الأس تلاتة، واقسم على الأس الجديد يعني هضرب في تلت. مش مصدقني؟ تعالى فاضل، تعالى فاضل. لما تيجي تفاضل هتبقى ايه؟ تلاتة دي هتنزل تقوم تطير التلت، يبقى عندك كوزاين اتنين اكس في سالب ساين اكس اللي هي ترجعك. شايف ان الناتج مش مقنع بالنسبة لك؟ فاضل الناتج لو طلع لك الدالة اللي انت اصلا بشغال عليها وبتكملها، يبقى انت شغلك كده مظبوط. ما طلعش يبقى انت شغلك كده غلط. زائد ثابت.
عشان تبقى ايه قدامي كده. تعالوا نشوف شكل تاني من اشكال التكاملات. طيب لو كانت عندي بالشكل ده الدالة بالشكل ده تكامل ساين أس 4 ساين تربيع اكس ساين تربيع اكس في كوزاين تربيع اكس دي اكس، انا هنا عندي الاسس مرفوعه لاس ايه زوجي، ده اس زوجي وده ايه اس زوجي. مطلوب مني ان انا ايه اعمل؟ قال لي لما تلاقي الداله عندك مرفوعه لاس زوجي بهذا الشكل فانت تستخدم القانون. هو القانون اي واحد بقى اي تعويضه هتكون ما بينهم هيمشي الحال او تعوض عن الاتنين. انا عندي قانون بيقول لي ان ساين تربيع اكس بيساوي نص في واحد ناقص كوزاين اتنين اكس وفي القوس. وعندي قانون تاني بيقول لي ان كوزاين تربيع ان عندي هنا مية بيساوي واحد زائد كوزاين اتنين اكس بالشكل ده كده. يبقى هعمل ايه؟ هاخد دولي اعوض بهم فوق، يبقى التكامل بالشكل ده هيساوي، يبقى كأن انا بكامل. ادي التكامل بكامل ايه؟ باخد القوس ده كله، ادي اشيل الساين تربيع واوعد عنه بده واقول له فيه، هشيل الكوزاين تربيع واعوض عنه بده. كوزاين تربيع واعوض عنه بده. دي اكس القوس ده هو نفس القوس ده بس ده موجب وده سالب، يعني هيساوي هقول له تكامل اطلع نص ونص، ده طلعه نص في نص يبقى ربع، طلع ربع بره اعمل مشترك واضرب القوسين دولي واحد في واحد بواحد، وطبعا ناقص كوزاين تربيع اتنين اكس كوزاين تربيع اتنين اكس دي اكس. ادي دي تربيع بالشكل ده كده اتنين اكس. اعرف اكامل بهذا الشكل؟ هكامل ازاي؟ هنشوف. اول حاجة دالة الكوزاين دي انا عندي هنا لا مش تربيع، كوزاين كوزاين في كوزاين كوزاين اتنين اكس في كوزاين اتنين اكس مالها كوزاين اربعة اكس، هكيكها بكوزاين اربعة اكس. هو مش هعمل تربيع، هو عمل الكوزاين في كوزاين اكس في كوزاين اتنين اكس هنا كوزاين اربعة اكس بهذا الشكل. كوزين أربعة إكس ومعوض
طيب لا، هنا عامله ازاي؟ هنا كوزين 2x زي ما فعلا كنت عاملة الاول بالشكل ده، كوزين 2x، ورجع شال كوزين 2x تربيع دي وعوض عنها بقانون ضعف الزاوية، بمعنى شال ده وعوض عنه بقانون ضعف الزاوية، يعني هيساوي ادي الربع عشان نعرف هو عمل ايه في الكتاب او التكامل بتاعي. ادي واحد ناقص، هو شال كوزين تربيع اكس 2x لو انا علمت لك عليه بلحمة كده، وعوض عنه بالقانون ده. بس خلي بالك هنا دي كوزين تربيع اكس، يبقى هنا 2x، يبقى عوض عنها شالها وعوض عنها، هنا لو انا ضربت في 2 هضرب هنا في 2، يبقى معنى ذلك انها واحد، واقفل وافتح قوس كده، يبقى كان عندي هنا نص، كان عندي هنا نص في 1 زائد كوزاين 4x، واقفل القوس هنا واقفل القوس كمان واقول له دي اكس، يبقى انا شلت ده كله وعدت عنه بالقصة دي كلها. تعالوا نفك بقى القصص دي كلها ونشوف هتبقى ازاي. خلي الربع بره عشان ايه ما يلخبطنيش، واعمل عملية التكامل دي وادخل جوه واقول له انا عندي هنا نص في 1/2، تمام، بس انا عندي 1 ناقص نص، يبقى نص تاني، النص ده اهو انضرب في 1 ده يبقى نص، بس انا عندي هنا 1، هيبقى عندي 1 ناقص النص فطلع نص. تمام، عندي هنا نص، يبقى عندي هنا ناقص نص في كوزاين 4x دي اكس، يبقى انا كده فكيت القوس بتاعي، وبدل ما هي نص ونص بالشكل ده كده، هيبقى عندي هنا ادي نص، هينضرب هنا مرة وينضرب هنا مرة بالشكل ده كده، ضرب هنا وهنا مرة. تمام، تعالوا بقى نكمل. يبقى عندي هنا بيساوي، لما اجي كامل ادي الربع بره، وتكامل نص يبقى نص اكس على طول، افتح قوس هنا، يبقى عندي هنا نص اكس ناقص، عايزة اكمل كوزين 4x، يبقى كان عندي هنا ادي النص في ربع كوزين 4x، كوزين 4x زائد ثابت بالشكل ده كده، واقفل القوس. اتنين في 4 ب8، المفروض ان انا هسحب تمن بره، اعمل مشترك مش كده، او يعني اعمل شكلها، يبقى عندي هنا تمن، سوري، تمن اكس ناقص 2 في 4 ب8، 8 في 4 ب 4 في 8 بكام؟ 4 في 4 ب16، 16 في 2 ب32، ومطلع هنا 1/16، المفروض تبقى 1/32 كوزين 4x زائد ثابت بالشكل ده كده. وراجع حسابات هتلاقي 1/2 مش 1/16 زي ما مطلعها في الكتاب، 1/32، لان هو نسي يعوض بنص، في تعويضة بنص وهو ما عوضش بيه.
يبقى هنا انا كملت الدالة عندي طلعت تمن اكس. اول حاجة اعرفها لما يكون عندي الدالة الاس هنا زوجي مع الاس زوجي بستخدم القوانين دي. طب نفترض ان الاس زوجي مع اس فردي، يعني ايه؟ هاخد التكامل ده معايا وانزل تحت واقول له نفترض ان عندي هنا ساين تكعيب اكس كوساين تربيع اكس دي اكس فردي مع زوجي. اول ما اشوف ان انا عندي دالة جايبية هنا اس ده اس فردي على طول بقسمها، هتبقى عندي هنا ساين اكس في ساين تربيع اكس في كوزاين تربيع اكس دي اكس، هرفع ده لتربيع بالشكل ده كده وارفع ده تربيع. فلما يكون عندي الدالة زوجية بقسمها. طب وهنا هعمل ايه؟ اول حاجة هستخدم، تعالوا نستخدم القانون اللي بيقول لي ان ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس بتساوي واحد بالشكل ده كده. اعوض بيها اقول له يبقى اذا عندي هنا تكامل، ادي ساين اكس وهشيل ساين تربيع وحط مكانها واحد ناقص كوساين تربيع اكس، يبقى اقول له في افتح قوس واحد ناقص كوساين تربيع اكس واقفل القوس بتاعي واقول له في كوساين تربيع اكس دي اكس، منساش ارفع دي تربيع وارفع دي تربيع، افك المنظر اللي قدامي ده، يبقى كأن هو التكامل. هتاخد بقى التكامل بالشكل ده، خلي بالك ان كل دول مضروب، ده مضروب في القوس ده وده مضروب في القوس ده، يبقى انا منساش اضرب التلاتة كده، يبقى عندك هيبقى بالشكل ده كده ساين اكس في كوزاين تربيع اكس. اول حاجة ساين اكس في كوزاين تربيع اكس في، واقول له ناقص ساين اكس في كوزاين اس 4 اكس كوزاين 4 اكس دي اكس. خلي بالك بقى دي دالة مرفوعة لأس التربيع مضروبة في دالة تفاضلها، يعني كوزين تفاضله بساين، دي دالة مرفوعة لأس 4 تفاضل الكوزين بساين، بدي كأنها دالة نونية مرفوعة للأس، يبقى التكامل مباشرة هيساوي ايه؟ هيساوي ادي تلت هرفع الأس واحد بس مع أس كده، يبقى كان عندي هنا تلت كوزين تكعيب اكس ناقص خمس كوزاين أس خمسة اكس زائد ثابت، وارفع ده الأس تكعيب وارفع ده الأس أربعة بالشكل ده كده، سوري أس خمسة هنا. بدأ التكامل بتاعي. طب انت مش متأكد من الحل؟ مفيش مشكلة خالص كامل ده، خلي بالك ان التكعيب ده ممكن تحطه على كل الكوزاين، انت درست التكامل تفاضل، يبقى اذا تلاتة كوزاين تربيع اكس في ساين اكس. لو انا فاضلت يبقى لازم يكون عندي هنا سالب مش كده؟ اه عشان تفاضل الكوزاين بسالب ساين، وبرضو هنا تبقى مجرد. تمام كده، ادي الحالة التانية لما يكون هنا زوجي وهنا فردي.
وخدنا لما الدالة بتكون زوجية، وخدنا لما الدالة بتكون فردية بحلها ازاي. لما يكون عندي ساين تكعيب، احنا خدنا الساين اس 4 صح كده، ما خدناش ساين تكعيب. لما يكون عندك تكامل ساين تكعيب، يعني انا هاخد التكامل ده بس كده، الحتة دي كده، دي اكس عايزة اكمل دالة زي دي، قلت اقسمها لتكامل موجب فردي في زوجي، يبقى تتحول الى ساين اكس في ساين تربيع اكس دي اكس بالشكل ده كده، ده تربيع. وما انها حولتها، خلي بالك لما يكون فردي وحوله في زوجي استخدم القانون ده، اما اقول له اذا التكامل عندي هيساوي ادي ساين اكس زي ما هي، ملناش دعوة بيه، عشان نحط هنا تكامل. طيب في ايه؟ شيل الساين تربيع حطه مكانها 1 ناقص كوزاين تربيع اكس دي اكس بالشكل ده كده، رفعتها، يبقى اذا هتساوي ادي تكامل ساين اكس ناقص ساين اكس كوساين تربيع اكس دي اكس، دي كوساين تربيع بالشكل ده كده، هتساوي ايه؟ ادي ساين تربيع ساين اكس، انا عندي هنا ساين اكس تكاملها بسالب كوساين اكس مرة واحدة، دي سالب كوساين اكس، تمام كده. وعندك دي دالة في التفاضل بتاعها، هرفع الأس 1 واقسم على الأس الجديد، يبقى عندي المفروض سالب في سالب تبقى موجب، يبقى زائد تلت كوزاين تكعيب اكس زائد ثابت، ده تكعيب بالشكل ده كده. عندك طبعا امثلة كتير على هذا الشكل، سواء كان الاتنين فردي او اتنين زوجي او واحد زوجي واحد فردي، امثلة كثيرة. لكن تعالوا ناخد يمكن اخر قوانين هنتعامل معاها، قوانين دي تتحفظ لما يكون عندي مثلا، انا عندي قوانين بتقول لي ايه لما يكون عندي هنا، اطلب مني تكامل، ادي تكامل كوزاين 5 اكس في كوزاين 4 او 3 اكس دي اكس. الشكل اللي قدامي ده انا عندي 4 قوانين بتعمل معها في عملية الدوال المضروبة ديت بالشكل ده كده، اللي هي عبارة عن ايه؟ لو عندي، خلي بالك الترتيب مهم، ساين اكس في كوزاين واي قال لي هيساوي نص، وافتح قوس واقول له ساين، عندنا ساين كوزاين، ساين اكس زائد الواي زائد ساين اكس ناقص الواي، اكس ناقص الواي. ولو كان عندي هنا كوزاين اكس ساين واي، كوزاين اكس ساين واي هتساوي نص، وافتح قوس ساين، يفتح ده قوس
ساين اكس زائد الواي، اكس زائد واي ما في القوس ناقص ساين اكس ناقص الواي، اكس ناقص الواي. تمام كده، واقفل القوس بتاعي وفوق اقفل القوس برضو بتاعي هنا كده. طيب دول المختلفين. طب المتشابهين يعني ايه؟ يعني لو عندي كوزاين اكس في كوزاين واي هيساوي نص كوزاين اكس زائد الواي زائد كوزاين اكس ناقص الواي، اكس ناقص الواي. طبعا دي مضروبة كده بالشكل ده، كده مضروبة في الشكل ده كده. ولو عندي ساين اكس دوت ساين واي هتساوي سالب نص في كوزاين اكس زائد واي كوزاين اكس زائد الواي ناقص كوزاين اكس ناقص الواي، كوزاين اكس ناقص الواي، اكس ناقص الواي بالشكل ده كده. طيب اعرف ازاي ان انا اوظفها في الدالة اللي عندي دي او المسألة الفوقانية دي؟ اولا عندي دالة كوزاين في كوزاين، دي دالة تختلف عندي، دي 5 اكس ودي 3 اكس. هاجي اقول له طيب فين كوزاين وكوزاين، هستخدم القانون ده. يبقى اذا التكامل بتاعي هيصبح كالتالي، التكامل ده اهو هيصبح عندي هنا اهو كده. هقول له ايه التكامل بتاعي؟ هيبقى بالشكل ده كده. يبقى اذا ولو اذا التكامل اللي انت عايزه هيتحول لهذا الشكل. شوف هو كان فوق ايه، كوزين 5 اكس في كوزين 3 اكس، هيتحول للشكل ده كده. هقول له اذا انا هحوله لك للشكل ده كده واضرب هنا في دي اكس. ازاي يعني؟ يعني نص كوزين الاكس عندي بكام؟ ب5. يبقى دي هنا 5 اكس، والواي بكام؟ ب3 اكس. يبقى عندي 3 اكس. طيب هنا برضو 5 اكس ناقص 3 اكس بالشكل ده كده. طيب يبقى معنى ذلك ان انا اقول له اخد الشكل ده وهذب منه النص ده، طلعه بره، اشيله كده وطلعه بره. 5 اكس وتلاتة اكس يبقى مرة واحدة كام؟ 8 اكس. بكأن هنا بكمل 8 اكس، وعندي هنا 5 ناقص 3 يبقى كأن عندي هنا 2 اكس بالشكل ده كده. طب ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان انا عندي لما كانوا مضروبين في بعض ما اقدرش اكملها، لكن انا حولها تا الى دالة مجموعة، من دالة مضروبة الى دالة بينهم علامة جمع زائد. سهل عليا ان انا دلوقتي اكملها. اقول له اذا التكامل بيساوي ادي النص بره، وافتح قوس كوزين 8 اكس تكاملها تمن ساين 8 اكس، وهنا زائد نص كوزاين نص ايه، نص ساين 2 اكس زائد ثابت.
ما في القوس وله زائد ثابت بالشكل ده كده. طيب لو هنا مثلا تكامل بدل ده هناخد كده، لو عملت التكامل ده كده، لو دي كوزاين مثلا 5x ودي ساين 3x، دي مكانها هنا ساين 3x، بالتأكيد هروح للقانون هنا، كوزاين في ساين هتبقى عبارة عن نص ساين 5x زائد 3x ناقص ساين 5x ناقص ايه 3x. طب لو اختلفت بقى، خلي ده نشاط تخطيط انت ايه تحل زي ايه اللي فوقها بالظبط. اعتقد ان احنا كده غطينا الباب كله وخدنا كل القوانين اللي هي فيه، خدنا ازاي نكامل تكامل الساين اكس، وخدنا الساين تربيع اكس، وخدنا الساين اس 4 اكس، خدنا امتى نستخدم القانون ده. اول قانون خدناه ادي ساين، فاضلنا ساين عادي ساين تربيع، قلنا بنستخدم هذا القانون ده يتحفظ، ده قانون لابد من حفظه. طب لو كوزين تربيع بعوض بهذا القانون. طب ماذا لو كان عندي هنا الكوزين بدل ما هو هنا اكس، لا ده انا هكبر شوية خليه 3x، بستخدم قانون ضعف زي ما انا ضربت هنا في 3 اضرب هنا في 3، زي ما ضربت هنا في 6 اضرب هنا في 6. طيب برضو التان، في عندي قانون بيحكم التان والسكة التربيع، حولتها من الشكل ده لشكل اسهل لان مفيش تكامل مباشرة لتان تربيع، هنعرف تان الاكس تكامل التان اكس بعد كده هيكون ايه. طب لو ساين اس 4 انا كبرت بالاس شوية بالشكل ده، قال انا ممكن اعوض بهذا القانون وكامل، او استخدم هذا القانون واعوض بيه، ده مستخدمه في الكتاب. طب ماذا لو كان عندي ساين تكعيب الشكل بقى المكعب شكل الفردي، فقال لي لابد لما الاقي الدالة مرفوعة لاس فردي بقسمها اس فردي في زوجي. طيب هنا وكملت. طب لما يكون الاسين دالتين مضروبتين في بعض اسين زوجي، قال لي في الحالة دي بعوض بالقانون بتاع نص ايه، لما يكونوا الاتنين زوجي بعوض بنص في واحد ناقص كوزين اتنين اكس او واحد زائد كوزين اتنين اكس حسب الدالة اللي قدام. طب لو كان الاتنين واحد زوجي واحد فردي، بفك الفرد عندي الى فردي وزوجي بالشكل ده واستخدم هذا القانون. الحالة دي بستخدم هذا القانون. افرض ان انت استخدمت القانون ده، هتلاقي وقفت معاك وهتلاقي ما مشتش ومش هتنفع تمشي. ادي هنا ساين تكعيب اكس فكناها وعوضنا بيها نفس الايه الموضوع. انا عندي هنا اخر قوانين خدناها اللي هي القوانين دي دول المثلثية، خدنا عليها مثال، وده بتعتمد على الترتيب، يعني تبقى عارف الساين في الكوزاين والكوزاين في الساين والكوزاين كوزاين والساين ساين، تبقى حافظ بالترتيب. عوضنا بيها هنا في المسألة دي، وبكده يبقى ده تمرين ليك حلو مع نفسك. وبكده احنا ايه خلصنا الباب الاولاني وخدنا فيه تكاملات بشكل بسيط وتكاملات الدوال المثلثية. ان شاء الله الباب التاني هناخد فيه تكامل بالتعويض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.